يعطيكم العافية. بدنا نكفي نحن اليوم بالدرس الأول اللي كان عنوانه انتقال الضوء. نحن بهذا الدرس كنا حاكين عن الأجسام المظلمة، عن الأجسام الشفافة، حكينا عن مبدأ انتقال الضوء بالأجسام الشفافة، كمان حكينا عن أنواع الحزمات الضوئية وعرفنا الحزمة الضوئية. بدنا نكفي اليوم بدنا نحكي عن مصادر الضوء. العنوان اللي عنا إياه، أول عنوان رح نحكي عنه هو مصادر الضوء. عندي مصدران للضوء أو نوعان من مصادر الضوء، مصدر أساسي أو أولي ومصدر ثانوي. أما المصدر الأولي أو المصدر الأساسي هو المصدر اللي بحد ذاته بيعطي ضوء، مثل اللمبة، مثل الشمس، مثل النار، بيكون الجسم هو عم بيعطي ضوء، هو المصدر الذي يكون مضيء بحد ذاته. يعني هو هذا المصدر هو بحد ذاته بيكون هو المضيء. أما المصدر الثانوي للضوء هو المصدر بيكون عم بيعكس الضوء، مثل مثلا حطينا تحت اللمبة حطينا مراية، المراية صارت تعكس الضوء، صارت كأنها هي عم تعطي ضوء، بس هي مش المصدر الأساسي للضوء، هي مصدر عم بيعكس الضوء. مثل جسم الإنسان، يعني نحن الأشياء كل شيء بنشوفه حوالينا هو عبارة عن مصدر ثانوي للضوء، خصوصا اذا كان في ضوء، لانه نحن مثلا بالعتمه، بالعتمه ما بنشوف شيء. ليه؟ لانه ما بيكون في عندي مصدر اساسي للضوء عم بيوزع ضوء على كل الاجسام الموجودين حوالينا لحتى نشوفه. نحن بدنا نفهم شغله، انه عمليه او الاشياء اللي بنشوفها نحن شو بصير عندنا؟ بيكون في عندنا مصدر ضوء مثل الشمس، الشمس بتوزع ضوء على كل الأجسام الموجودة حوالينا، بيوصل الخطوط الضوئية على شكل حزمات بتوصل على هيدي الأجسام. الأجسام شو بتعمل؟ بتعكس جزء من هيدي الحزمات الضوئية. مثلا نحنا بنشوف، لنقول عندنا رفيقنا كان لابس كنزة حمراء، شفنا لون أحمر، نحنا هاي شفناه، نحنا شو هو هذا اللي شفناه؟ المصدر الضوء اللي اجى من الشمس هو عبارة عن ضوء خليط من كل ألوان الأضواء. بيجي هذا المصدر الضوء على الكنزة الحمراء، هاي الكنزة شو بتعمل؟ ليش لونها أحمر طلع؟ الكنزة امتصت كل ألوان أو كل الخطوط الضوئية اللي عندها ألوان غير الأحمر، وعكست لون واحد أو خط ضوئي واحد أو حزمة ضوئية واحدة اللي هي بيكون لونها أحمر. بهذا الشكل نحن بنشوف الألوان وبنشوف الأشكال الموجودين حوالينا. يعني نحن فينا نعتبر إنه كل شيء الأجسام الموجودة على سطح الكرة الأرضية هي عبارة عن مصدر ضوء ثانوي. يعني المصدر الثانوي، هلأ التعريف اللي له هو المصدر الذي يعكس الضوء الوارد من المصدر الأساسي. هذا بالنسبة لمصادر الضوء. طيب هلأ بدنا نحكي عن الصورة والجسم. شو هي الصورة وشو هو الجسم؟ أوكي، نحن الجسم اللي بنشوفه قلنا ما يكون هو مصدر للضوء او مصدر ثانوي للضوء بنقدر نشوفه. يعني نحن بنقدر نشوف كل الاجسام الموجودين حوالينا، بنقدر نشوف الشمس، بنقدر نشوف اللمبة، بنقدر نشوف الطاولة، بنقدر نشوف الكرسي، نتيجة انبعاث أو نتيجة الضوء اللي جاي منا على العين. طيب الصورة اللي عم نشوفها أو الجسم هو النقطة، أو النقطة اللي بتلتقي فيها الخطوط الضوئية
او فينا نقول المصدر اللي طلع منه هاي الخطوط الضوئيه بنسميه الجسم. يعني الخطوط الضوئيه الوارده هي بتلتقي كلها بنقطه واحده اللي هي النقطه اللي انطلقت منها اللي بيكون الجسم الاساسي، هذا بنسميه الجسم. اما الصوره فهي عباره عن الخطوط او النقطة اللي بتلتقي فيها الخطوط الضوئية المنغمسة بالنظام البصري اللي بيكون عندنا إياه. نحن فينا نعتبر مثلا العين هي عبارة عن نظام بصري. العين عم بتشوف اللي عم بيتكون بقلبها من جوا صورة، هاي الصورة بترجمها العقل، نحن بنعرف شو عم نشوف قدامنا. هاي الصورة ناتجة عن الخطوط الضوئية المنبعثة أو الواردة من الجسم، بتفوت على قلب العين، بتنغمس بالعين، جوا بالعين بتتشكل او بتلتقي كل هالخطوط بنقطة واحدة، بتشكل ان الصورة تاعت الجسم اللي عم نشوفه. يعني نحن هلا بدنا نقول الجسم هو نقطة التقاء الخطوط الضوئية الواردة 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 يعني المصدر الضوئي. الصورة هي نقطة انغماس أو التقاء الخطوط المنغمسة في النظام البصري. هذا بالنسبة للجسم والصورة. مثال تاني عنهم، إذا جبنا مثلا نحن قطعة زجاج، سلطنا عليها من الجهة التانية أو وقفنا حطينا شيء من بعدها، مثلا قلم، لنقول ما هاي المسطرة، حطينا القلم من الجهة الخلفية أو من الجهة تحت المسطرة وعم نشوف من فوق. نحن القلم موجود هون، القلم عم بيبعت خطوط ضوئية واردة. نقطة التقاء هي الخطوط الضوئية الواردة، هي المركز النشوء اللي إلها أو المطرح اللي انطلقت منه، انطلقت هي من القلم، يعني الجسم هو القلم. أما الصورة اللي راح نشوفها مثل ما شايفين من فوق هون مبينة تقريبا، هاي الصورة هي نقطة التقاء الخطوط المنغمسة من المسطرة. المسطرة بينغمس منها خطوط، مطرح ما بدها تلتقي هاي الخطوط المنغمسة بيطلع عندي صورة القلم من خلال المسطرة. هذا مثال تاني عن الصورة والجسم. آخر فكرة رح نحكي عنها بهذا الدرس هي تشكل الظل أو الضوء والظل. هون بدنا نحكي كيف بيتشكل الظل. رح نعمل مثل ونشوف عنا الظل كيف بيتشكل. المطلوب مننا نحن، المطلوب إضاءة أو إضاءة شاشة، لنقول بيضاء أو شو ما كانت، بيضاء، من خلال مصدر ضوء صغير. ونضع جسم بين الشاشة ومصدر الضوء. يعني مثلا لنقول عندنا هون بهذا الشكل شاشة، هون هاي رح نعتبرها الشاشة، مصدر الضوء حطيناه هون، هذا الضوء بده يعطي مصدر الضوء، هذا الضوء لمبة انتريك اصغر منه، لمبة صغيرة. جينا حطينا جسم بهذا الشكل هون، كرة، شو بصير عندي؟ خطوط الضوئية بدها تنطلق بهذا الشكل،
شو راح يصير؟ وفي خطوط ضوئية راح تنحجب، راح تضلها واقفة هون، وخطوط ضوئية بدها تكفي لتروح لعند الشاشة. مثلا هون في خطوط ضوئية بهذا الشكل كفت لعند الشاشة، وخطوط مثل ما قلنا خطوط ضوئية انحجبت من الجسم لعنا اياه. طيب شو بصير عندي انا هون؟ جزء من هاي هون، جزء هذا اللي بالنسبة للجسم اللي عندي اياه، جزء منه راح يكون مضوي وجزء مظلم. جزء من الجسم سوف يضيء والجزء الآخر سوف يبقى مظلما. يعني أنا نعتبر هذا الجزء من هون ضوى والجزء اللي هون بقي معتم أو مظلم. طيب هي أول شغلة. كمان مثل ما شايفين جزء من الشاشة رح يضوي وجزء رح يبقى معتم، هاي أول نقطة. تاني نقطة، جزء من الشاشة سيضيء وهو الجزء الذي يستقبل الخطوط الضوئية، وجزء آخر سوف يبقى مظلم مثل ما شايفين. هون الجزء المظلم، هون الجزء المضيء. طيب شو بعد عندنا راح يصير؟ جزء من الفضل الموجود بين الجسم والشاشة رح يبقى معتم، اللي هو هون، اللي هو اللي مش رح يمرق فيه خطوط ضوئية. بهيدا الشكل رح يكون معتم مثل ما شايفين، لا حتى نوصل للشاشة. هون عنا هذا الجزء مثل شكل مخروطة اللي مبين عنا، وبيبقى عنا هون جزء من الشاشة اللي ما رح يكون مضوي، اللي هو رح يكون بهذا الشكل. هذا كمان رح يكون مظلم، عنا هون ظلام. جزء من الفضاء خلف الجسم، يعني بين الشاشة والجسم، سوف يكون مظلم. أول شيء جزء من الشاشة أو الجزء من الجسم اللي ما راح يضوي اللي موجود هون، هيدا بنسميه الظل الأساسي. هذا ظل أول جزء اللي هو ما ضوى، ما وصل الضوء. جزء من الشاشة سيضيء وهو الجزء الذي والجزء اللي يستقبل الخطوط الضوئية، وجزء آخر سوف يبقى مظلم اللي هو هون. هذا اللي هو الظل أو حامل الظل. هذا اللي هون، هذا بنسميه حامل الظل. وجزء بين الجسم وبين الشاشة اللي هو هون راح يضل مظلم، هذا بنسميه مخروط الظل. يعني هذا الجزء، هذا اللي راح يبقى مظلم من جزء من الشاشة بنسميه حامل الظل. جزء من الفضاء خلف الجسم سوف يبقى مظلم اسمه مخروط الظل. وهون جزء من الجسم رح يبقى مظلم اللي اسمه الظل الأساسي.
بهذا الشكل بتشكل عندنا الظل. هذا الظل ناتج عن شو؟ هو ناتج عن العتمة أو الظلمة اللي بتصير عندي خلف جسم محدد محطوط بقلب أو محطوط بوجه مصدر ضوء. هذا الجسم بيحجب الضوء إنه يمرق خلفه، نتيجة إنه نحن عرفنا أو كنا شارحين قبل إنه الضوء بيمشي بشكل مستقيم، بشكل خطوط مستقيمة. هاي الخطوط المستقيمة بتيجي بتضرب هون، ما بتقدر تتجاوز الجسم وتكفي الضوء وراه، فبيخلق ظلمة وراه. عبارة عن هون عندي مخروط الظل، وجزء من الجسم بيكون مظلم، وبتشكل وراه نقطة أو بتشكل وراه شكل بيشبهه كمان مظلم، عبارة عن ظلمة. حوالين هيدا الجسم بيمرق الضوء، بكفي بيضرب بالشاشة، بيضوي حوالين النقطة السوداء أو الظل، حامل الظل اللي صار عندي إياه. بهذا الشكل بيتكون عنا الظل. طيب، خصائص الظل. خصائص الظل واحد، شكل الظل الذي يظهر على الشاشة يكون نفس شكل الجسم، ومثل ما شايفين هون، مثل ما شفنا هون، يمكن يكون أكبر منه، وقت يمكن يكون قده، ولكن بأبعاد مختلفة أحيانا، أبعاد مختلفة، يعني يا أكبر منه يا أصغر منه. اثنين، هذه الأبعاد تتعلق أبعاد الظل الذي يظهر على الشاشة بالمسافة الفاصلة بين الشاشة والجسم، أو المسافة الفاصلة بين الجسم ومصدر الضوء، وأكثر هي بين الشاشة والجسم. فينا نحن نلغيها هاي المسافة الفاصلة بين، بلا خلاص بناخذ بين الشاشة والجسم. يعني إذا كل ما كبرت المسافة بين الشاشة والجسم، الأبعاد تاعت الظل بقى تكبر أكبر أكتر، كل ما قربت المسافة بين الشاشة وبين الجسم بتصغر الأبعاد تاعت الظل. هيدي خصائص الظل. هيك بكون خلص شرح الدرس الأول. المرة الجاي بنحل الأسئلة عليه.